صباح الخير ونهاركم سعيد من ال بي سي. اليوم السبت 29 الاول 2010. هل يعرض ملف شهود الزور على مجلس الوزراء الثلاثاء او يرجى الى ما بعد زياره الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد؟ وهل اصبح هذا الملف المفتاح السحري لاعاده عقارب الزمن الى ما قبل العام 2005 والممر الاجباري لتصحيح العلاقه المتراجعه بين رئيس الحكومه والقياده السوريه؟ والخطوة الأولى في خارطة شروط لا تنتهي والمسمار الأول في نعش المحكمة الدولية كما تتمنى وتشتهي قوى محلية وإقليمية. رئيس الحكومة سعد الحريري ليس في وضع يحسد عليه، والمطلوب منه يلامس أحيانا الضروب التعجيزية كأن يدين القرار الاتهامي قبل صدوره وينعي المحكمة قبل أن تلفظ كلمة أو حكما. والمطلوب منه أيضا أن يقرأ مغزى الرسائل السورية المتلاحقة وآخرها مذكرات التوقيف الصادرة عن المحامي الأول في دمشق، وأن يدرس لائحة المآخذ التي تنشر في الصحف. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فهو يضغط بهدف تنفيس الاحتقان واجتراح مسار جديد يبعد البلاد عن الفتنة. أما رئيس الجمهورية فيحاول الاستمرار بسياسة التهدئة في حقل ألغام ومواقف وإشاعات وحروب كلامية حادة في وقت تبدو بعض الأطراف في سبق مع الوقت لتغيير المعادلة قبل أن تلفح لبنان عاصفة لهي. ضيفنا اليوم في نهاركم سعيد النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوء، ومعه نبحث في زيارة الرئيس نجاد إلى بيروت في علاقة الرئيس سعد الحريري بدمشق وما ينقله الوسطاء والإعلاميون عن مطالب ومآخذ في وضع الحكومة في الاحتقان المخيف الذي تحدث عنه النائب وليد جملط. اهلا وسهلا فيك استاذ نهاد. قبل ما نبلش نحن وياك بس شوي بدنا نشوف حركه السير على بعض الطرقات، خصوصا انه كان في امطار بالليل وامبارح، عم نشوف بلفار شارل الحلو الحركه كثير طبيعيه، كمان جسر الدوره ومنطقه الدوره كمان الحركه طبيعيه جدا، ساحه ساسين الحركه طبيعيه مع التوقف عند التقاطع الرئيسي بساحه ساسين، اوتوستراد جوني الحركه باتجاه بيروت وباتجاه الشمال كمان طبيعيه جدا، منطقه الشفروليه كمان الحركة فيها طبيعية باستثناء يعني توقف عند التقاطع يلي هو تحت الجسر. بالحمرة كمان الحركة طبيعية مع توقف عند التقاطعات. طريق المطار كمان ما في أي زحمة سير لا باتجاه المطار ولا باتجاه العاصمة، وبصيدا أيضا حركة السير طبيعية. استاذ نهاد، يعني تقريبا لك شي شهرين لم تدلي بأي حديث هيك تلفزيوني تتحدث فيه عن هذه التطورات، ولا حتى خطي مرة واحدة يمكن حكيت بصحيفة الشرق الأوسط. يعني سافرت فترة طويلة وبعدين يعني تفرجت على حفلة الجنون اللي صايرة بالبلد أول مرة. نعم، بيطلع لي اني اتفرج بدون ما شارك فيها الحمد لله. وكيف كيف كيف وجدت يعني هذه الحفله؟ يعني هل وجدت حفله منطقيه؟ انت حمله جنون بس ما في شيء من المنطق. انا بعتقد انه حرام، يعني حرام اللي عم ينعمل بالناس. في كذبه كثير، في كذبه كبيره يجري تسويقها بين الناس يوميا وبشكل غير طبيعي وضاغط. كذبة شهود الزور يعني؟ طبعا كذبة شهود الزور باعتبار انه هذا امر مين بيقرره؟ بيقرره الناس اللي عطلع التلفزيونات بتصرح، بيقرره مجموعة من السياسيين عندهم مشكلة مع المحكمة فبيقرر مع القرار الاتهامي فبيقرروا مسبقا انه يحولوا انظار كل الناس لمناقشة موضوع واحد هو موضوع شهود الزور. وكأنه المشكلة بالبلد استاذ بسام، يعني بعد هيك شوية مراقبة شغلي فعلا يعني مضحكة وبذات الوقت محزنة ومبكي. المشكلة بالبلد هي الاغتيالات اللي صارت مش شهود الزور. عم ننقل من موضوع لموضوع بدون ما ننتبه، يعني وكل الناس سيرة بهذا الموضوع مسيرة، وكأنه الموضوع الرئيسي بالبلد انه في شهود الزور. ما بعرف مين هني، ما بعرف وين موجودين، لانه في عده روايات حواليهم وانا مش الجهه الصالحه، وما بعتبر انه في حدا جهه صالحه بهذا الموضوع. وانه ما حدا قتل، ما حدا اغتيل، ما حدا ارتمى دمه هو ومرافقينه والناس اللي مارقين بالشارع. لا، الموضوع مش هون، الموضوع مش شهود الزور، الموضوع مش الضباط، الموضوع هو انه في عمليات اغتيال سياسية صار 20 سنة بالبلد، حتى ما بالغ يعني عد من 20 سنة، من 5 سنوات حتى الآن ما توقفت لحد سنة من هلا.
هذا الموضوع. موضوع انه هذه المحكمة عملت لتحمي الطيبين مش لتحمي الميتين اللي الله يرحمهم اللي استشهدوا استشهدوا ما بتقدر المحكمة ترجعهم. بس المحكمة معمولة للدافع عن الناس، للدافع عن اللي بعدهم طيبين. هل ممكن استمرار الحياة السياسية بلبنان والاغتيالات السياسية تستمر بدون حد وبدون عقوبة وبدون تحديد المسؤول عنها وبدون فما يعني بتمنى انه ما تفوت كتير بالكذبة. الموضوع مش في معنى انه في شهود زور او ما في شهود زور. كل اللي عم يحكوا بالموضوع هني ليسوا الجهة الصالحة لتحديد هذا الموضوع. عم نحكي عن قضية كبرى كبرى يعني إلى يعني إلى شهرين هلأ على التلفزيونات وبالجرائد وبيتم فيها الاعتداء على عقول الناس وبيتم فيها شتم الناس وبيتم فيها تهديد الناس وبيتم فيها عرض عضلات سخيف وتافه وما بيعني شيء وما ما بيشبه إلا اللي عملوه. على كل حال لكله مشان شو؟ لا حبيبي مش هذا الموضوع. الموضوع هو الاغتيالات السياسية، وهذه المحكمة انشئت لكي تحقق العدالة لكل اللبنانيين الباقين على قيد الحياة. هذه ما انشئت لتاخذ بطار حدا ولا انشئت لتحقق هدف لحدا، هاي انشئت لانه مهمتها هي مهمة تحقيق العدالة للاحياء. نعم. مش للشهداء. بس من يطرح موضوع شهود الزور من قوى 8 أدار يقول بأن طرح هذا الموضوع يساهم في كشف الحقيقة وبأن هؤلاء ضللوا الحقيقة. يعني أنت عم بتطالب أي حقيقة؟ مين حقيقة من اغتال يا الشهداء؟ يا أستاذ بسام مين بيقول هاي الحقيقة ومين بيقول أن الحقيقة ضللت؟ مين بيقول استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى روايات شخصية. دخل نهاد على بسام، كان الأستاذ طوني موجود، قال له للأستاذ طوني كان في آنسة لطيفة جابت نسكافيه، ايه كويس انا في احكي رواية وقول دخل علينا فلان وفلان وفلان. بس اذا ما جبتكم لكم وسألتكم انه قلتوا انه هذا الشيء صار، مين بيقدر يأكد؟ كانوا يحكوا زمان، يعني ما بدنا نسمي، بس كانوا يحكوا زمان عن صحافي كبير عربي بكل كتاباته بيستشهد بالأموات انه ما مصدق روح سأله، ما في حدا بيقدر يرجع. فهذه القصة صار هيك. لا اللي صار بالبلد شيء اخر. نرجع للاصول للقواعد، القواعد والاصول ان هناك عمليات اغتيالات سياسية مستمرة من 20 سنة، مش بس من 5 سنين. وهذه الاغتيالات تسببت اذا بدك عد معك في 5 رؤساء حكومات، في رئيسين جمهورية. أنا بعد لك ياهن في رشيد محفظ الأسكار ألقاب، رشيد كرامي، رفيق الحريري، سليم الحصد فجرت فيه سيارة والله سلمه. صحيح. صعب سلام راح على جنيف قعد 15 سنة ما في إجا ليمات يموت بتخته. اغتيال سياسي بتعتبره؟ طبعا. تأديل الصلح الله يرحمه راح على باريس 3 شهور ومات، ما في ومات بعد 3 شهور هني. هدول شو؟ رين معوض وبشير جميل شو؟ النواب بيير جميل، أنطوان غانم، وليد عيدو، جبران تويني، إذا بدي أرجع لورا ناظم القادري، المفتي حسن خالد، الشيخ صبحي الصالح، الشيخ يعني آسف بعد لك أسماء وما بخلص. نعم. لا يعني مش هيك، هذا بلد انقتل فيه بشكل أو بآخر 5 رؤساء حكومات و2 رؤساء جمهورية و5 6 7 نواب ووزراء وشخصيات عامة. وهلا صار المشكل انه في شاهد زور ما بعرف شو اسمه وما بعرف وين قاعد وما عندي ولا دليل على كلامه. كيف يعني كيف ممكن نقل الموضوع من انا يعني اولا انا بدي اعترف لك اني انا طلبت المقابلة مش انت على الهواء، لانه يعني لازم ينقال للناس هذا الكلام. شو هالكذبة هيدي؟ طيب بس الرئيس الحريري يعني تحدث عن شهود الزور يعني بحديثه لصحيفة الشرق الأوسط. خليني يعني هناك شهود زور ضللوا التحقيق وألحق رئيس الحريري قال كلام سياسي.